الناس اللي بتقول يا دكتور الدكتور مثلا منعنا من الخبز والحاجات اللي زي كده، خلاص داعش الافضل يقول لك ما تاكليش. حلو قوي، انا معاك. هتطلع ماشي، هنطلع ايه تاني؟ شوكه تانية. ايوه اوكي اوكي. فدلوقتي العيش مثلا الافضل لما اقول للناس مثلا ما تاكليش عيش ولا تاكل عيش؟ هو المفروض اللي انا عارفاه ان انا اكل ربع رغيف او نص رغيف. طيب بدل ربع رغيف العقل ايه؟ ما يحبش الصغير، ما يحبش الحاجه الصغيره. مش ده طبقتين؟ صح. احنا نعمل ايه؟ انا اضحك على عقلي. يا حلو سلام. هو احنا يا جماعه دي ما فيش حاجه روجين، ما فيش حاجه اسمها حرمان. انا اضحك على عقلي وبدل ما كنت اخد ربع رغيف انا اخدت ايه؟ الطبقه اللي تحت كلها. اخدت الطبقه كلها انا. ده ممكن اعمله بعدين للعشاء، اسيب اللي فوق لان اللي خلاص. ايه الفايده او ايه الطعم ان اخد طبقتين على بعض؟ في طعم؟ في لا حاجه خالص، ما فيش اي حاجه. فانا بالنسبه لي بدل ما احرمك من كميه الخبز اقول لك ما فيش خبز، لا انا كده عملت كده. بدل ما اديك مثلا النص بس، حضرتك طبعا يعني برضو ذكي في النقطه دي. مظبوط. اللي هو انا محسسك ان انت بتاكل كتير ولكن انت مش بتاكل كتير. مظبوط. طيب حلو قوي.